ان شاء الله. دونك شنو عندك لينا حنا دابا الكبار؟ يلا الكبار دابا لا كنصيط واحد شويه الشريحه وشويه الزنجان. نعطيك واحد الحليوه ما كطيبش. حلوه ما كطيبش زوينه. عندي الحنه كتجي زوينه. يلا عندي رابعه ديال الشريحه. سمحي لي رابعه شريحة. رابعه ديال اللوز. رابعه ديال اللوز ولا كاوكاو على حسب. لوز اولا كاوكاو. رابعه ديال الجزلان. وي رابعه ديال الشكلاط. الجزلان محمر ولا عادي؟ محمر ومهرمش. محمر حتى الطريقه وندوز واخا لا غير باش الناس يعرفوا من ديبار شنو. رابعه ديال الشكلاط. رابعه الشوكولا اسود. كحل ولا بغا يزوقوا بالبيض حتى الطريقه بحال هكا. وربعه المعالق ديال العسل. اييه انا خديت ديك الشريحه نغسلوها تكون ديك الشريحه زوينه ونفوروها. دونك الشريحه تغسل وتفور مزيان صافي نحيدوها نديروها في شي طبسيل نحيدو لها داك الرويس ديالها ونعسوها بالفرشيط مع ديك العسل. دونك التماس مع العسل. اللوز نحمروه ونهرمشوه ولا كاوكاو. الجزجان هو محمر ومهرمش وكنعجن هذا الخليط. سمحي لي دونك اللوز او اللوز او كاوكاو قشورهم. كاوكاو غادي تحيدي ليه القشور واللوز راه يبقى قشرته. دوك محمرين ومهرمشين. صافي كتشدي الشكلاط كدوبي كيما كتشدي ديك السلوفان كتشدي بحال ديك الخريط قرصي بحال بحال البلاطو مقاد بلاتي مربع. يرضي عليك اجي نمشيو خطوه بخطوه. دونك الشريحه تغسلات تفورات حيدوا لنا داك القمقوم داك الراس ياك. ومسناها وزدنا عليها مسناها مع العسل ياك. خدينا اللوز اولا الكاوكاو على حسب شنو متوفر. كيتحمر وكيتهرمش ياك. خدينا الشوكولا وذوبناه. الزنجلان ياك. الزنجلان حتى هو محمر ومهرمش بحالو بحالو بحال اللوز. محمر كنعجنو داك الخليط مزيان كنعجنو بحال العجينه وكنشدو هذيك الخليط كنقرصو فوق السلوفان. دونك المكونات كلها كتعجن باش نديرو. بغاو يديرو ميلس بحال الميلس بغاو يديرو كويرات في كويرطات. دابا انت شديتي بسطي ياك بحال اللي ضربتي بالمدلك ياك. شديتو قاديتو قرصتو بيديا فوق السلوفان باش نقلب يجيني ساهل. كنخوي شويه الشوكولاط مذوب نخلي فيه كرم شويه كنقلبو كنحيد هذاك السلوفان كنعاود الشوكولاط اخر وندير شويه الشوكولاط بيض وندير بحال الميلس اللي عطيتكم ديك المره ديال التمر وتخلي السميده تقطعيه. علاش قلتي لي نديرو الشوكولا بيض باش الا بغينا نزينو غتجيني انا بحال ديك الحلوه ديال الزليجه. تتشدي الشوكولاط كدوبيه وكديريه بخطوط وكديري الموس. حلوه الرخامه او الزليجه ياك. الرخامه بزاي الرخامه من بعد ونعطيها لك عندي هي كتعجبني هذيك صراحه زوينه هذيك الرخامه زوينه هذيك طريقه اخرى دابا نعطيها لك واخا ان شاء الله. هي والحلوه اللي قلت لك ديال الكوك واخا دابا نعطيهم لك. دونك هادو حلويات جميله اللي كيعجبوا جميله الله يرحم. والكرداس. الكرداس 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 الخليع كيعجبك ولكن فهمتي خاصني نقص من هادشي. دونك دونك الكرداس لا تخلي البرد. الكرداس سي فغي كليتو انا تيعجبني الكرداس. كتعجبني الحاجه اللي فيها لقامه مملحه. انت مرحبا فيك السيمانه الاولى والسيمانه الاخرى غندير وجبه جديده في الدرب. صافي المهم ترجعوا نهضروا ياك. كاين غير النشاط. دونك حنا فين ما كاين النشاط حنا معايا والله. ما بغيتيش ديري لها ديك الطريقه كتشدي ديري تكركبيها وتغطيها في الشوكولاط وديري في كوغيطات ودردري شويه اما تحطي في الشوكولاط ابيض ولا دردري شويه حتى هي غتجي زوينه بهذا الكويرات. غتجي زوينه تعطيك واحد الكريسات ولا تسمى تذوبوها الا كان عامر عليه من الفريكو. واخا حتى هذه طريقه. انا خد الشحمه لان الوقت ديالها دابا راه مدوبه مخليها في الله البرد تندير الشمره. كاينين الناس اللي ما كياكلوش الشحمه وغيرهم وهذاك هاد الوصفه ماشي ديالكم. حنا كندويو مع الناس اللي كيذوبوا الشحمه مثلا كيديروها في مسيمنات كيعمروا بها شي حاجه. دونك راه ماشي كدير غير القياس. كيف هاد الشحمه ملي يذوبوها ما يديروش الزيت وهاداك الشويه الزيت اللي يشحروا يشحروا بهاد الشحمه كتجي مسمن وخيب. واخا انت غناخذ الشحمه دابا. دونك شحمه العيد. شحمه العيد انا كنحيد ايامات العيد ونتهنى منها. كياخذوا دابا الشحمه غتكون في الفريكو غيجبدوها ينشروها شويه يحيد منها الماء. كتقردها بحال الربيع. وتديريها في المجمر من الاحسن في المجمر ملي العافيه تكون لي عافيه قليله تحيد العافيه. دونك في كاسروله. ها؟ في
كاسرول ولا في مقله ولا في طنجره؟ كامله في طنجره. طنجره كنديروا هذيك الطنجره على الجمر يكون فيه العافيه قليله. دونك الشحمه كتزرد وكدير في طنجره فوق الجمر كنبقاو نشحروا شويه بواحد المغيرطه حتى تنحسوا بها بدا تذوب. كنديروا فيها الثومه بقشوره، كركوبه ديال الثومه بقشوره. كنديروا شويه الزعتر. كنديروا العطريه كامله حيد القرفه هي اللي ما كايناش من قزبر اليابس الكاموس. دوك العطريه بلا قرفه الا القرفه بوحدها. وكديري نص كاس ديال زيت العود. نص كاس زيت العود عرفتي هذا كيجي يجي المسمن، السر ديال المسمن هو هذا الشحم. صافي كتشديها ملي تذوب كتصفيها، تخليها تبرد شويه كتصفيها. ديك الزاد ديال الثلاجه في شي قريعه اللي كتشحري الخضره وداك الشيء كتهزي معايا بقاو لا جوج من هذا الخليط. غنقول لك حنا طريقتنا، انا كناخذو حتى حنا الشحمه بهذا الشكل كتقرب كدير انها كتبدا تذوب، ملي كتذوب كنحاولوا ندوزوها في الماكينه ديال مطيشه كطحن. ملي كتطحن حتى هي كتحط في القراعي كتولي بحال واحد لاموس، بحال شي بحال يعني الصوص اللي ثقيله شويه. كتبقاي كتهزي منها معلقه ولا جوج معلقات كديرها مع الخضره باش ديري المسمن ديال الشحمه ولا شي حاجه. وي كنعب البصله والعطريه والشحمه وكان كيجي جديد صراحه. كان زوين هذاك. صافي هنا كتصفيها صافي وكتخليها. عرفتي علاش هذيك حنا كطحن؟ حيت كاين بزاف السيدات ما تيبغيوش دوك الشحمه تبان، فهنا ملي كتطحن كتولي بحال الزيت. فوالا تصفى وتطحن. لا انا كندوبها وكنصفي تيبقى هذاك الحشب والجلود كنصفيهم. صافي كتبقى بحال الزويته. اييه كتولي بحال زيت كديريها اولا زبده اللي كتضيفيها وكتذوب. الله يعطيك الصحه. نعطيك كريسات ولا نمشي الحال؟ يلا ناخذوا الكريسات. هما ساهلين هاد الكريسات. ناخذوا الخلاط الكهربائي. كنديروا فيه كاس ديال الحليب ديال العنبه. هاتي كهربائي كاس حليب. كاس حليب. كاس حليب ولا كاس ليمون، عصير ليمون، ليمون جوج، حتى بالليمون كيجيو بنين. كديري نص كاس ديال الزبيب. كاس زبيب صاين أولا مقطع؟ نعم اختي. الزبيب واش كديريه صاين ولا كتقطعيه ولا كترقديه؟ الزيت. وانا صحابي الزبيب. نص كاس ديال سنيده. نص كاس سنيده. نص كاس ديال فورس. نص كاس فورس. كديري بيضه وبيض بيضه، الصفر الاخر كنخليه ندهنو بيه. دونك بيضه وبياض بيضه. كديري خماره واحد الفاني. خماره. خماره وفاني. كديري خميرة الدار على حسب الجو. معلقة ولا نص معلقة، معلقة كبيرة بحال. دونك خميرة الدار. صافي كطحني هذا الخليط وشوية الملح. أييه. كطحني هذا الخليط، إما كتخليه ربع ساعة في الخلاط، ولا كتخويه في شي سوطيرة بغطاية ديالو وتخليه ربع ساعة. يخمر. يخمر شوية ربع ساعة. كتزيدي معلقة ديال الزبدة. اللي تبغي ديري الطحين. وكتجمعي، بغيتي هاد الزرارع راه كديري شويه زلزلان وزرارع. بغي انا بعض المرات ما كنديرش الزرارع، عيني كندير الشوكولات الوسط. نعم، دونك هنايا بعد ربع ساعة كنزيدو على معلقة كبيرة ديال الزبدة والطحين اللي بغينا والزرارع اللي بغينا. الزرارع اللي بغينا، صافي كنجمعو هذيك السوبيرة ونغطيوها نخليوها حتى تخمر. صافي كنشدو اللاطا كنبداو نقطعو ونحطو، تكون العجينة مرخوفة ما تكونش تكون تلصق في اليد. دونك هنا كنضيفو الزرارع انت قلتي لي أولا الشوكولا. لا الشوكولاتة إلا بغيتي ديري الشوكولات ما كنديرش الزرارع. لا قلت الزرارع أو الشوكولا. حبيبات. واحد فيهم الزرارع، إما الزلزان والنافع وحبة الحلاوة. ولا الشوكولاتة يخليهم من بعد. واخا. صافي كتغطيها تخليها تخمر، كتاخذي اللاطا كتبداي تقطعي. إلا بغيتي ديري الشوكولاتة كتدخلي الشوكولاتة الوسط وكتحطي في اللاطا يجي وديك 18. باش ما يذوبش لينا واحد غير كيذوب هو الشوكولا في الداخل. كنديرو فان ملي نقطعو الكريسات. نعم. ندخلو في وسط الكريسات. كنشدو داك الصفر البيض اللي خلينا نزيدو فيه شويه الحليب وحصاشيه الفاني. كنطربوه ندهنوهم ديك الساعه. دونك الصفر الصفر ديال البيض. الصفر ديال البيض كنزيدو عليه الحليب وفاني. الحليب وحصاشيه الفاني. اييه وكندهنو. ديك الزفوريه ديال البيض. وكيجيو حتى محمرين مع داك السكر فاني. كيجيو محمرين. وهادو اللي بغاهم يصايبو مقتار شنو كيدير في الفريغو كتجبدي وراه قلت لك الطحان ديال الكوكوط. نعم. كتخلي الكوكوط. كتخلي الكوكوط سخونه وكتحطي فيها. كتدي الكوكوط كديرها تسخن ما يكونش فيها الماء، كتحط فيها داك الشيء اللي بغيتي فيها. كتديها وتخليها بحال الشميعه نار مهيله، حتى تحسي بالكوكوط سخنات مزيان وكتطفي. يعطيك الصحة.
حيت يلاه اليوم يلاه قلت في بالي صراحه والله يلاه قلت حتى ما ذكرتش لنا الكوكوت قلت لطيفه ما بقاش كتذكر الكوكوت وتجي تذكريها هي جات الكوكوت مشكوره بزاف من صميم القلب ديالي لطيفه اول شيء على الوفاء ديالك وثاني شيء انك كتعطي يعني كنحسوا بك انك كتعطي من القلب ديالك صراحه هذاك الشيء اللي كاين اختي والله انا المهم تبعي معايا في الصفحه الرسميه انا غنحط الوصفات وتبعي معايا كالعاده صيفات لي البرق واحد صاحبتي هي الملكه صيفاته لا خداته من لاباج شحال يعطي صيفات عليا واش باش تعرفي تبارك الله وصل عندي دونك تبارك الله عليكم كاملين المستمعات ديال شاده ديال شاده الاسره اكيد غتواصلي معنا عاود مره اخرى باش ناخذ منك دائما ومن الخبره ديالك وما تنسيش عواشر مبروكه لكل صحاباتك اللي غيديروا اللي غيديروا الجديده او اللي غيديروا الدياله لحد الماجي دونك بصحتكم وراحتكم مشكوره لكل المستمعين والمستمعات اكيد الوصفات اللي عطاتنا لطيفه مدينه الدار البيضاء غنزلها لكم على الصفحه الرسميه ديال البرنامج مازال رجعوا نتعرفوا على الفائزين معنا من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0675 32 0